ما معنى ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. والأحاديث الواردة في المنع إما ضعيفة وإما منسوخة. وعندنا أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وقالت إن الرسول رخص لنا في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرتكم وكنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها.